كيف نتعامل مع الدين بشكل أوجبه الإسلام وأحكم فيه هذه العلاقة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شدد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أمر الدين، وأدل حديث على ذلك، والأحاديث كثيرة، حتى أن الإمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله تعالى أبو الحسين ألف رسالة تكلم فيها عن مسرة العين بالوفاء بالدين. ومن عنوان الرسالة: تعرف كيف يكون الإنسان سعيدا إذا ما قضى حقوق الناس، إذا ما أدم عليه الناس، لأن هناك أشياء لا تكفرها الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله، هي حقوق الخلق. هذه الأشياء لابد للإنسان أن يتوب منها، ولا بد أن يؤدي ما عليه لمن أخذ منه أو أكل حقا من أحد الناس. لذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: يا رسول الله، وما نخيف أنفسنا بعد أمنها؟ إزاي الواحد يخوف نفسه بعدما يعيش في أمن؟ قال: بالدين. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما. الدين يخيف الإنسان ويجعل اضطرابا في حياة الإنسان. ولاحظ كده، لو تلاقي الإنسان وهو مدين تلاقي أحيانا يتوارى من الناس، أحيانا يتوارى من دائنه، يبتعد بعيدا عنه، لا يريد أن يقابله. وجاءني رجل يقول: أنا تركت بيتي ومنزلي وأولادي، والله يقول، والآن يعني أدور في البلاد فرارا من الدائنين. لماذا؟ لماذا ظللت تأخذ أموال الناس، تريد أن تجمع أرباحا أن تجمع أرباحا وفجأة أضعتها؟ فإذا بعدما كان في أمن وسلام صار في خوف وفي شدة، وهو يعني يدور في البلاد هنا وهناك خوفا من الدائنين وخوفا من القضايا التي عليه. إذا الدين أمره شديد، لا ينبغي للإنسان أبدا أن يلجأ إليه إلا إذا اضطر. وده يبين ليه؟ علشان يبقى فيه يعني توازن في المجتمع. لو كل إنسان أول ما يقع في أمر بسيط يروح يستدين والتاني يستدين، لا، دي بتحدث هتحدث مشاكل في المجتمع كثير. إمتى أستدين؟ عندما يعني تضيق بي السبل وتقف أمامي كل طرق يعني الفرجة لما أنا فيه، مش لاقي أي انفتاح خالص لما أنا فيه، هنا أنا مضطر فآخذ على قدر حاجتي وأستعين بالله على قضائه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.